السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم عن موضوع مهم جدا في الفيلد البيطري وفي الشغل بتاعنا، وهي الارتكاريا او بيسموها النيتل راش، والسينومز هنا مهم جدا. نيتل راش هي اليرجيك كونديشن بتتميز بحدوث الويلز زي ما احنا عارفين نتيجة الإديمة اللي بتحصل، او باتشز اوف إديمة بتحصل في الديرمس وسام تايمز الابيديرمس. الكونديشن دي اكثر حدوثا في الهورسز من الكاتل. الارتكاريا ممكن تكون برايمري ارتكاريا. برايمري ارتكاريا نتيجه ايه؟ انسكت بايتس، نتيجه كونتاكت ويز بلانت ستينجينج. في بعض النباتات بتبقى شوكيه وبتلسع في الجسم، فدي سهل جدا الحل لو بتحتك بيها ان هي تعمل الارتكاريا. برضو انجيشن اوف انيوجوال بروتينس فود، انجكشن اوف سيروم فاكسين، ممكن بعد ما ندي تحصيل للحيوان نبص نلاقي الارتكاريا حصلت، ودي بتحصل كتير جدا. برضو بعض الادويه زي البنسلينز والاسلفونامايدز من الادويه اللي بتؤدي الى حدوث الارتكاريا في الحيوان. البلاد ترانسفيوجن برضو، بلاد ترانسفيوجن برضو من نفس الكلام. ميلك الرجي، ميلك الرجي دي بتحصل في بعض السلالات زي الجيرسي كاوز لما بيحصل لها دراينج، فبتبص تلاقي الحيوان في اثناء فتره الدراينج اوف بتدي يتعرض للارتكاريا. برضو الديث بتاع الوربل فلايز الهايبوديرما سبيشيز في التيشو، ديث اوف وربل فلايز لارفي في السبكوتينس تيشو بتؤدي الى حدوث هذه المشكله. يعني لما تيجي تبص على الصوره ديت، اللارفي اللي قدامك ديت هي اللارفي بتاعت الوربل فلاي، الديث بتاعها ممكن يؤدي الى حدوث المشكله. اما السكندري ارتكاريا فبتبقى اسوشيتد لبعض الديزيز في الهورس، وخاصه الجي اي تي ديزيزز زي كونستيبيشن، زي انفلاميشن في الميوكوزا. تمام. برضو بعض الانفكشنز ديزيز ممكن تكون اسوشيتد بسكندري ارتكاريا زي السترانجل في الهورس، الكناين ديستمبر في الدوج. ناخد بالنا من حته الكناين ديستمبر في الدوج، لان فعلا في المرض ده احيانا بيبقى اسوشيتد بحدوث ارتكاريا كونديشن. الباثوجينيسيس بتاع الارتكاريا سهل جدا. ليه؟ معظم الارتكاريا كونديشن او الالرجيك كونديشن طبعا بتبقى انترميديتد بالليبريشن بتاع الهيستامين. يبقى الحيوان لو اتعرض للالرجيك كونديشن يحصل ديجرانيوليشن اوف ماست سيلز، يبقى الماست سيل هتطلق الهيستامين والبروستاجلاندينز. الهيستامين والبروستاجلاندينز يروح على البلاد كابيلاريز ويعمل لهم دايلاتيشن. في اثناء حدوث الدايلاتيشن والانجورجمنت بالبلاد يبتدي يحصل في البدايه خالص كوتينس ريسيم. طيب وبعد كده لما بيحصل دامج للبلاد كابيلاريز وول يحصل اوكسيديشنز، وبالاديما بالتالي الاديما بتحصل في الديرمس وبتظهر في شكل ويلز، او زي ما هنقول في الساينس بتاعتها دلوقتي. طبعا لو في سيفير كيسز بيحصل السريشن للويلز ديت، وبعض الاحيان بيحصل ديزتشارجز. الكلينيكال فايندنج بتاع الارتكاريال كونديشن، اهم حاجه الويلز اللي بتظهر معايا بتكون سيركولر، بتكون ديلاينيتد اليفيشنز ان ذا سكين. تمام. بتكون احيانا بتبقى بتظهر بسرعه جدا وفي لارج نمبرز، والسايز بتاعها بيكون من نص ل 5 سم ان ديامتر. يبقى الويلز ديت ممكن تكون السايز بتاعها من نص ل 5 سم ان ديامتر، وبتكون فلات توب اند تنس تو تاتش. يعني انت لمستها كده تبص تلاقي الحيوان يحس بيها او يتقلب منها، وتحس ان هي فلات توب من فوق، او يعني بالفلاحه كده بتكون مبططه. طبعا ما بيبقاش في اتشنج في الظروف اللي زيت الا في بعض الاحيان لو في كونتاكت مع البلانت او الانسكت ستينجز دي. يعني بص على الليجن اللي قدامك ده، الليجن ده ارتكاريا ليجن في بافالو، واضح جدا ان هي في صوره فعلا بليجز زي ما قلنا او ويلز. والفرق ما بين البليجز والويلز ان الويلز بتبقى سيركولر، اما البليجز ما بتكونش سيركولر وهي عباره عن باتشز من القديمه زي ما قلنا قبل كده. برضو ديت ارتكاريا ليجن في دوج، تبص تلاقي الإديمة بتحصل تبقى ظاهرة في صورة ويلز أو بليجز زي ما قلنا نتيجة الإديمة. دي ارتكاريا ليجن في هورس، ادي برضو نفس الكلام ارتكاريا ليجن في هورس. فالارتكاريا ليجن مفيش حد يقدر يختلف عليها. ليه؟ ويلز أو باتشز نتيجة الإديمة اللي بتحصل في الديرمس والإبيديرمس. وزي ما قلت أحيانا بتبقى اسوشيتد بإتشنج أو إلى حد ما سلايت انفلاميشن، وخاصة لو بلانت ستينجز أو انسكت ستينجز ولا حاجة. الويلز دهيت ممكن بتختفي في خلال 24 48 ساعه، ولكن لو انت لاحظت ان الامور تطورت او طولت معاك اعرف ان في نيو ليجنز بتظهر معاك. الالرجيك كونديشن عموما في العموم في كل الحيوانات قد تكون مصطحبه بدايرية، قد تكون مصطحبه بسلايت فيفر. في البير اكيوت كيسز بص تلاقي الحيوان عنده مش قادر ياخد نفسه، فبيحصل ابنيا، بيحصل اتريال فايبريشن، بيحصل كارديك اريست وسادن ديس نتيجه الانافلاكتيك تشوك. رينايتس اند ستوماتايتس،
رينيتس اند ستوماتيتس في الدوج بتكون كومون. ناخد بالنا من الحته دي كويس جدا، رينيتس اند ستوماتيتس في الدوج بتكون كومون. يعني برضو بص ادي وش الدوج ده، بتبقى برضو لاحظ الديما اللي في الوش هنا بتاع الحيوان، في السرود بتاع الحيوان، في الالسريشن اللي بيحصل في الميوكوزا. طب تعالى افرق لك ما بين الارتكاريا ليجن في الديفرنت انيمال. يعني انت عندك الكاتل والهورس والدوج هيظهر فيهم ارتكاريا. الكاتل بتبقى الارتكاريا ليجن بتبقى كونفايند تو هيد، المازل، الايرز، الودان، الايليدز، الفالفا، الانس، التيتس، الادر، سب ماكسيلاري ليجن والثروت، كل ديت بتبقى الارتكاريا ليجن كومون فيها. طب الهورس تبص لها ظهر بنسبه كبيره اكتر في النيك وفي الباك بتاع الحيوان وفي السايز اوف ذا شيست. طب في الدوج بتبقى اكثر حدوثا في الهيد عموما، اول بارتس اوف ذا هيد، وخاصه في التانج. طب لو في اتشنج هتلاقيه كومون فين؟ في الكاتل الاتشنج بيكون الى حد ما بيكون الاتشنج كومون في الكاتل مع بعض الريستلسنس في السيفير كيس، اما في الهورس بيكون رير، اما في الدوج بيكون دائما الارتكاريا بتكون اسوشيتد برونايتس وستوماتيتس زي ما قلنا من شويه. كلينيكال باثولوجي، اي ارتكاريا ليجن هتلاقي الهيستامين ليفل والايزينوفيلز بتزيد في التيشو، وبكذلك بتزيد في البلاد، الهيستامين والايزينوفيل بيزيد في البلاد. الدايجنوزيس بتاع الارتكاريا ليجن المفروض ان انت تقدر تفرق ما بين الارتكاريا والانجيوديما، وان كانوا الاثنين هم عباره عن الرجيك كونديشن، ولكن الارتكاريا ليجنز بتحسها في السكين اتس سيلف. ليه؟ لان الايديما بتحصل في الديرمس وسام تايمز الابديرمس، اما الانجيوديما فالايديما بتبقى انفولف ايضا او بتبقى موجوده في السبكوتينيوس تيشو، وبتكون ماتش لارج وديفيود. يعني انت لما تبص في صوره بقره زي ديت لاحظ دي بنسموها انجيوديما. الايديما هنا كومون او موجوده في السبكوتينيوس تيشو، بتكون لارج، بتكون اكستنسيف الى حد ما في الكات. التريتمنت بتاع الظروف اللي زي دهيت، التريتمنت بتاع الظروف اللي زي دهيت، طبعا اول حاجه لازم تعمل ريموفال للكوز. لو كانت انسكت بايتس، بلانت ستينجز، لازم تشيل الكوز بتاع الديزيز. تاني تدخل لك بتعمل انتي هيستامينك ادمنستريشن. مهم رقم، يعني رقم اتنين في العلاج ان انت تدي انتي هيستامينك دراج. انتي هيستامينك عندك المشهر، المنتج المشهور بتاعنا اللي هو الافيل، امبوله لل 70 كيلو، ده بنكتب عليه من الصيدليه وبيكون متوفر عندنا. وطبعا في منتجات بيطري برده بتكون انتي هيستامينك زي الهيستاكيور وزي الالرجامين وحاجات كتير جدا. الماده الفعاله بتكون كلورفينيرامين مالييت. طيب الكورتيكوسترويدز بتعمل سينرجيزم مع الانتي هيستامينك وبتجيب نتائج كويسه. كورتيكوسترويدز زي الديكساميثازون، الكورتيزونات عموما، ولكن خد بالك ان هي كونترا انديكيتد في البريجننت انيمال. الابنفرين واحد على الالف برضو 10 15 مللي هيجيب معاك نتيجه كويسه خالص خالص خالص، وخاصه لو الحيوان عنده ديزنيا او عنده ريسبيراتوري ديستريس، تدي ابنفرين هيسهل معاك او هيجيب معاك نتيجه كويسه جدا. الكالسيوم انترافينوس انجكشن، ادي الحيوان 100 ل 200 مللي، جرعه كام بتاعه الكالسيوم من 100 ل 200 مللي، وفي الشيب ادي 30 مللي، هيدي جود ريزلتس معاك مع الانتي هيستامينك وهيحسن الحيوان بصوره سريعه جدا. مايلد بيرجيتيفز زي البارافين اويل، وخاصه لو كان السورس بتاع الارتكاليا عن طريق الانجيشن بتاع البروتينيوس بلانت زي ما قلنا، تمام، او المغنيزيوم صلفيت من 200 ل 300 جرام في الكاتل او 50 جرام في الشيب. الموضوع الجاي بتاعنا ان شاء الله هيكون الاكزيما، تمام. الارتكاليا يعني اسمع الفيديو اكتر من مره عشان تستوعب اللي فيه وتقدر تفهم اللي فيه كويس. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.